علي لبيب صاحب عملات جروب والأمين العام للجمعية المصرية لهواة جمع العملات. ابتدت حكايتنا في العملات من فترة من وأنا صغير. ابتدى معايا الموضوع من العملات العشر قروش والخمس القروش التذكارية اللي كانت بتنزل في الفترة دي عليها صور تذكاريات وحاجات كده. اتطور الأمر معانا لحد ما بقينا جمعية رسمية مشهورة، تعتبر أول جمعية رسمية مشهورة في مصر بتهتم بهواية جمع العملات والطلب. العملة عندنا احنا بنسميها تاريخ، احنا بنبص على تاريخ الشعوب كلها من عملتها. اي ورقة اي قطعة معدنية حابب اوضح للجميع ان هي ممكن يتعمل فيها دراسة اكتر من سنين. المعرض هنا عندنا بيحتوي على كل الطوابع المصرية من اول اصداراتها لحد دلوقتي، اغلب المجموعات الاجنبية موجودة في مجاميع عن الصور وحاجات عن المجلات والمزادات العالمية. بنحاول نوصل لكل حاجة نوفرها للهاوي بحيث تبقى موجودة. أول إصدار ده كان في 1 يناير 1899، بعديها بخمس أيام بالظبط أصدر أول جنيه مصري اللي هو جنيه الجمالين، اللي هو محور نقاش من كل الناس. جنيه الجمالين دوت اللي أصدر يوم 5 يناير 1899 بمقتضى المرسوم اللي احنا اديناه الخديوي إسماعيل اداه للبنك الأهلي بأنه يصدر العملات المصرية في 1898. قولها education is the key to collector success، المعرفة والمعلومة هو مفتاح نجاح الهاوي، هو ده اللي هينقلك من هاوي لحد محترف فاهم انت بتعمل ايه، فاهم انت بتشتري ايه، فاهم ان الحاجة اللي معاك دي بتكسب ماديا مش بتخسر. كل عملة عندنا وده اللي حببنا في الهواية، وده اللي بيخلينا نسعى ان كل الاولاد الصغيرين والاطفال ندخل فيهم الهواية. الهواية بتعلم حاجات في التاريخ مش مخلوطة. يعني انا ما ينفعش اديكي عملة مكتوب عليها 10 جنيه في الوقت ده واضحك عليك واقولك ان دي ما كانش ليها قيمة. هتلاقي ان التاريخ ما ينفعش يعني يتغير زي ما بيحصل في الكتب او في الحاجات اللي احنا بنقراها. العملة بتديكي قصة تاريخية من كل جوانبها، تقدري تشوفي كل حاجة عن تاريخ البلد من عملتها. احنا بنسميها تاريخ، يقدر كل طفل يشوف منها حاجات وزوايا كتيرة قوي لكل حاجة في الحياة. يعني يمكن هنبتديها معاه بالموضوع الفني. احنا عاملين كتب تلوين للأطفال، بيقدر يلون، هو يعني شكل العملة مش متلونة بيقدر يلونها. الحاجات دي تبتدوا هم يحبوها. عملنا ماكتات للعملات على حجم كبير، يعني عملنا جنيه الحجم بتاعه كبير بلاستيك. كل الحاجات دي بيحبوها. احنا ايه اللي ممكن نعمله في البيت؟ انا شايف ان احنا مجرد ان احنا نقعد مع الطفل نكلمه على اي عملة حتى ولو كانت بسيطة. العملة فيها يمكن اكتر من 100 معلومة. خام المعدن، ايه التحفه اللي عليها، ايه اللي احنا عندنا العملات يا اما المعدنيه يا اما فرعوني يا اما اسلامي. اخده وازور المكان دوت واقول له القلعه اهي، هي دي اللي مرسومه هنا، ده متحف كذا اللي مرسوم هنا. المواضيع دي كلها هتحبب الهوايه. الهوايه كانت زمان بتدرس في المدارس كطوابع. اغلب ابهاتنا اول ما بنيجي نتكلم معاهم بيقول لك احنا اوريدي الطوابع دي كنا بنبدلها مع بعض في المدارس. الكلام ده كله احنا فقدناه دلوقتي. احنا بنحاول الحمد لله ان احنا نمشي في الاتجاهات دي. ابسط ورقه من كل دول هو هيلاقي اوتوماتيك فهم يعني ايه جزر وازاي الجزيره دي بتبقى اقيم من الورق العادي. عرف ان ساي مثلا الفاتيكان دي اوريدي ليها اصدارات وهي دوله مستقله ولكن هي جوه بلد، هيفهم حاجات كتيره قوي عمره ما كان هيفهمها لو قلتها له كده. القيمه عندنا بتتحدد على مقياس غريب شويه، هو العرض والطلب. فاحنا مثلا لو قلنا ان في حاجه اتعمل منها 5 على مستوى العالم، فاكيد هيبقى سعرها اكتر من حاجه عمل عليها 100 او حاجه اتعملت مليون. الفلوس عندنا او البيبر ماني او الكوينز بيبقى ليها حاجات زي التجارب، حاجات استثمارات، حاجات ما تنفذتش، دي حاجات بيبقى اسعارها خرافيه مقارنه بالفلوس العاديه. يعني مثلا احنا لو قلنا ان مثلا في 10 جنيه سنه 60 هيبقى ثمنها 50 جنيه، ممكن تبقى نفس العشرة بس استثمن او تجربة لون بتاعتها
هتصل ل$10,000. اتمنى ان احنا يتبصلنا بطريقه ان احنا ممكن نفيد البلد، احنا ممكن نفيد البلد، ممكن نسوق كويس قوي للسياحه بتاعتنا، ممكن نعمل حاجات كويسه قوي في البيزنس لو اتسهلت شويه امور في الارسال والشحن والحاجات دي.